ألعاب الفيديو تعتبر وسيلة ترفيه مثلها مثل المسلسلات ومثل الأفلام، والمعروف عادة أن الشركات المنتجة لوسائل الترفيه أو الانترتينمنت من أفلام مسلسلات وألعاب فيديو عادة يدفعوا ملايين الدولارات عشان يسوقوا لمنتجهم، لأن بكل صراحة التسويق أو الإعلانات شيء جدا مهم عشان ينجح منتج معين. وبعض الشركات دفعوا على الإعلانات والتسويق أكثر ما دفعوا على المنتج نفسه. نفس لعبة Call of Duty Modern Warfare 2 دفعوا على تصميم اللعبة 40 مليون دولار ودفعوا على إعلان اللعبة 200 مليون دولار. فهالمثال يورجيكم قديش التسويق والإعلانات شيء جدا مهم لشركات الألعاب. فبهالفيديو راح أذكر أذكى 5 طرق شركات ألعاب صوقت وعملت إعلانات لألعابها، ونفس الشيء راح أذكر أغبى 5 طرق. راح أذكر طريقة ذكية للتسويق، بعدين طريقة غبية، بعدين ذكية، بعدين غبية. فنوعا ما فكرة الفيديو ممتعة وأتمنى أنه يعجبكم. فيلا خلينا نبدأ بالفيديو. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه هذا الفيديو داخل بالجيف اوي الشهري على بي سي جيمنج او كمبيوتر العاب مقدم من محلات جنبه. فاذا حابب تشارك بالجيف اوي كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في وسيله التواصل فيه معاك، والسحب ان شاء الله راح يكون بفيديو التوب 10 القادم. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. طيب بالمركز العاشر خلينا نبدا بمثال للتسويق الجيد والجديد نوعا ما، اللي هو التسويق للعبه ايبكس ليجند من الناشر اي اي. هاللعبه نزلت شهر 2 2019، التسويق كان نوعا ما غريب، ما شفناه باي لعبه تانية، اللي هو بالمختصر ما في تسويق فعليا، ما في اعلان قبل نزول اللعبه، ما في والله انه ارسلوا اللعبه لبعض المشاهير يجربوها قبل الناس، لا ابدا ما في اي شيء من هالكلام. فجاه نزل اعلان وبنفس يوم الاعلان قالوا اللعبه موجوده حاليا للكل مجانا، وبنفس يوم النزول والاعلان كانوا كل المشاهير نفس نينجا وشراود وغيرهم قاعدين يلعبوا اللعبه، لانه الشركه دفعت لهم، دفعت لنينجا تقريبا مليون دولار عشان يسوي بث مباشر 3 ايام لنزول اللعبه. فكانت خطه التسويق هاي جدا ناجحه، لانه اللعبه جدا اشتهرت وجابت ما يقارب نص مليار دولار حتى اللحظه. ونوعا ما الناس فهموا تكتيك التسويق هذا، اللي هو نوعا ما المفاجاه، الناس ما بيعرفوا ايش عن اللعبه، ما شافوا اعلان قبل نزول اللعبه بالشهور، لا فقط نزل اعلان بنفس يوم الاعلان حكوا انه اللعبه موجوده ببلاش، بنفس اليوم كل المشاهير مدفوع لهم وعم بيلعبوا اللعبه، فعدد جدا كبير من الناس قالوا ايه خلينا نجرب هاللعبه شكلها خرافيه، وفعلا نجحت معهم. بالمرتبه التاسعه خلينا نتكلم عن تسويق جدا سيء، اللي هو تسويق للعبة Assassin's Creed 3 اللي نزلت سنة 2012. طبعا الشركة نزلوا اعلان بسيط للعبة وقالوا انه نبي نوصل 1.7 مليون تويت او لايك او شير للبوست على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي عشان ننزلكم الاعلان كامل. فممكن حد يقول اوكي هاي طريقة ذكية انه راح يجبروا الناس انهم ينشروا اللعبة ويتكلموا عنها ويحطوا بوستات عشان تنشهر اكثر. صح هو نوعا ما فكرة ذكية، بس استفزت الناس بشكل جدا كبير. سنة 2012 عدد كبير من الناس طلعوا هاشتاجات وكذا، انه يعني شو التسويق المستفز، تبونا ننشر اللعبة غصبا عنا عشان تنزلوا لنا الاعلان، انه فقط اعلان، يعني هذا الشيء المفروض يكون شيء طبيعي انه اعلان لعبة، كل الشركات تنزل اعلانات، بينما لا انتوا لازم تزلونا عشان نشوف اعلان لعبتكم. ففعليا هالشيء قلب عليهم، كل الناس صاروا يسبوا الشركه لما نزل الاعلان، كان عليه عدد جدا كبير من الديسلايكات. فاي مره ثانيه لاي شركه العاب لا تزلوا محبين لعبتكم عشان تعطوهم فقط اعلان. بالمرتبه الثامنه خلينا نتكلم على تسويق جيد، اللي هو التسويق للعبه كول اوف ديوتي القادمه باسم بلاك اوف كولد وور. طبعا بالمرتبه التاسعه لما تكلمت على اساسن كريد كان الهدف تبعهم انه الناس اونلاين يتكلموا على لعبتهم والكل يتكلم عنها وكذا عشان ينزلوا لهم الاعلان، بس كان سيء لانه كانوا يعني قاعدين يقولوا للناس يا توصلون لها الرقم من اللايكات يا ما في اعلان، فالناس تضايقوا. بينما اللي عم يسووه حاليا اكتيفيجن بلعبه كول اوف ديوتي بلاك اوف كولد وور هو نفس الشيء بس بطريقه ذكيه. ما راح اتكلم بالتفصيل شو اللي سووه، لاني سويت فيديو شرحت كل هالكلام بالتفصيل، فيكم تشوفوه فوق على اليمين او رابط موجود بالوصف. راح اتكلم بالمختصر شو الشيء اللي قاعدين يسووه حاليا. اللي عم يسووه انه عم ينزلوا الغاز يوميه على موقع خاص فيهم، وعم ينزلوا الغاز يوميه على طور الباتل رويال الخاص فيهم اللي هو كول اوف ديوتي وور زون. ففعليا يوميا كل اليوتيوبر الاجانب عم يسووا بثوث مباشره عم توصل مئات الالاف، وكل الناس على تويتر وانستغرام كله عم يحاول يحل هالالغاز، والالغاز والشفرات السريه هي كلها عباره عن تسويق للعبتهم القادمه، والناس عم يحلوها عشان يقدروا يوصلوا للاعلان. فنفس الشيء نفس هدف اساسن كريد بس بطريقه ذكيه، بطريقه انه الناس يسووها وهم مستمتعين، وطريقه جدا ناجحه. من يومين بداوا هالكلام ولسه مكمله كمان يومين، كل يوم الساعه 7
بالليل بتوقيت السعودية. شيك على تويتر أو على اليوتيوب، أي يوتيوبر أو أي حساب على تويتر خاص بكول أوف ديوتي راح تلاقي كله قاعدين ينزل أشياء عن الألغاز وريتويت ولايكات وكذا بدون لا الشركة تدفع أي شيء. وعلى سيرة كول أوف ديوتي، بالمرتبة السابعة عنا تسويق جدا سيء كمان من كول أوف ديوتي وكمان بلاك أوبس، بس كول أوف ديوتي بلاك أوبس 3 سنة 2015. نفس الشركة سنة 2015 عملوا تسويق جدا سيء للعبة كول أوف ديوتي بلاك أوبس 3، والتسويق سوى مشاكل بالعالم نوعا ما. التسويق هو انه حساب كول أوف ديوتي الرسمي على تويتر غير صورته، غير الباك جراوند وغير اسمه، غيروا اسم حسابهم على تويتر لاسم مثل موقع اخبار او موقع اخبار يومية وطارئة بالعالم. بعد ما غيروا اسمائهم وكل شيء صاروا يحطوا تويتات انه في انفجار قاعد يصير حاليا بسنغافورة، بعدين بعد 10 دقائق في ضحايا من وراء الانفجار اللي صار بسنغافورة، بعدين بعد نص ساعة مظاهرات بكل سنغافورة عم تلوم الشوارع، وبعدين بعد شي ساعة او ساعتين سنغافورة تعلن حالة الطوارئ واغلاق المدينة وكذا. طبعا التسويق قاد ان هم لعبتهم طول القصة ببلاك اوب 3 كان بسنغافورة وكان في انفجار قطار ومظاهرات وشي من الكلام، بس الشيء الغبي اللي سووه انه في ناس صدقوا، عدد جدا كبير من الناس صدق انه في مظاهرات بسنغافورة وناس قاعدة تموت وانفجارات. الناس صدقوا لانه حساب في 3 ملايين متابع، حساب فيريفايد او موثق على تويتر، يعني في عليه الصح، فما راح يكون حساب كاذب. ففي كثير عدد من الناس صدق انه هالشيء فعليا صحيح، وعدد كبير صار يشير انه شو قاعد يصير بسنغافورة، هل فعليا في انفجارات وكذا. بعدين بعد شي 5 ساعات حطوا تويتر انه لا هذا فقط تسويق لبلاك اوبس 3، واسفين اذا بعض الناس شافوا هالشيء انه حقيقة. لا يا شيخ، يعني كان مدري مين الغبي اللي فكر بطريقة التسويق هاي. بالمرتبة السادسة عنا تسويق جدا جيد اللي هو للعبة ماس افكت 3 من شركة EA. طبعا لعبة ماس افكت بالفضاء ومجرات وشين هالكلام، فالشركة قالت خلنا نسوي فكرة نوعا ما حلوة عشان نجذب الانظار او نسوي تسويق مميز نوعا ما. فاللي عملوه انهم ب7 دول كبيرة بالعالم، امريكا ولندن وباوروبا وكذا، باكثر من دولة بالعالم. الشركة اللي عملته انه جابت بالون، هالبالون يلي بيطير بالجو وبيوصل لحد الفضاء، انه يعني مثل منطاد نوعا ما بس منطاد مصغر، وبكل منطاد علقوا فيه نسخة من لعبة ماس افكت 3 قبل ما تنزل وخلوها تطير على الفضاء. طبعا هي راح تطير تطير على الفضاء وفيها كاميرا، فبعدين صاروا يصوروا لما وصلت على الفضاء صاروا يصوروا بعض الصور من الفضاء للعبة باماكن معينة من العالم، وبعدين وصلت لحد معين فجر المنطاد ووقعت اللعبة، فبعض الناس قدروا ياخذوا هالالعاب وبعض النسخ ضاعت، يعني وقعت من الفضاء فبعض النسخ انكسرت او تضررت. فكان تسويق نوعا ما جدا حلو انه فعليا اللعبة وصلت للفضاء وبعدين نزلت على منطقة عشوائية من العالم، واللي اخذها قدر ياخذ اللعبة قبل ما تنزل ويلعبها. طبعا مو تسويق خرافي، مو تسويق جاب لهم ملايين، بس يعني نوعا ما فكرة حلوة ولفتت الانظار. بالمرتبة الخامسة عندنا مثال على تسويق سيء، او ممكن بعض الناس يشوفوه جيد بس انا شايفه سيء الصراحة، اللي هو التسويق للعبة بورناوت 2 من شركة EA، ولعبة قديمة نزلت عام 2002. طبعا لعبة بورناوت 2 كانت لعبة سيارات وسباق شوارع وشي من هالكلام، وكانوا بدهم يعلنوا للعبة ببريطانيا، فاللي عملوه انه الشركة راحت دفعت مخالفات السرعة لبعض الناس العشوائيين ببريطانيا. يعني فعليا بعض الناس عندهم مخالفات انهم اجتازوا السرعة، راحوا يدفعوا المخالفة وشافوا اوه لا في شركة اجت ودفعت المخالفات تبعنا، والاسم المسجل اللي دفع لنا مخالفات السرعة كان بورناوت 2. فراحوا دوروا شو هي بورناوت 2، طلعت لعبة سيارات، وصاروا الناس يقولوا لبعض او لعبة السيارات هاي دفعت مخالفة السرعة تبعي خلنا نشتريها، وصار من شخص لشخص يتكلم ويكتبوا على النت وكذا، فاللعبة نوعا ما اشتهرت. طبعا اوكي التسويق نوعا ما ذكي، بس يعني لو بتفكر فيها يعني لعبة سيارات وسباق شوارع وقاعدة تدفع للناس مخالفات السرعة، فبالتالي قاعدة تشجعهم على سباق الشوارع وعلى السرعة، فيعني نوعا ما أشوفه تسويق سيء، أو يعني قاعدين يروجوا لفكرة سيئة اللي هو إيه روحوا تسابقوا بالشوارع لا يهمكم المخالفات، نحن رح ندفع لكم كل هذا عشان نسوق للعبتنا. بالمرتبة الرابعة عنا مثال على تسويق جيد من شركة يوبي سوفت للعبة واتش دوغز. لعبة واتش دوغز اللي ما يعرفها هي لعبة كلها عبارة عن هاكر وهاكات، إنه البطل باللعبة فينه يهكر اي شيء بموبايل، كون انت بعالم مفتوح نفس جي تي اي فينك تهكر اشارة المرور، فينك تهكر جهاز الاي تي ام يطلع لك فلوس، فينك تهكر الاضوية تسكرها بالمدينة والكهرباء وكل شيء. ففكرة التسويق اللي عملوها واتش دوغز انه بعض الاشخاص راحوا يصلحوا
موبايلهم عن محل موبايلات عشوائي أظن كان بأمريكا أو ببريطانيا، فهالأشخاص مسووا فيهم مقلب، راحوا يصلحوا موبايلهم فإجوا بعد فترة لا ياخدوا موبايلهم بعد ما تصلح، والشخص صاحب المحل قالهم صلحت التلفون تبعكم وحملت لكم برنامج هكر خرافي فينك تهكر فيه أي شيء، وفعليا طلع موبايلهم وقالهم تعالوا اطلعوا معي على الشارع وورجاهم، قالوا ما شايفين إشارات المرور راح أسكرها بالموبايل، وضغط شيء بالموبايل وفعليا إشارات المرور سكروا، شايفين أضوية الشارع ضغط زر فجر أضوية الشارع قدامهم، شايفين جهاز الـ ATM راح هكر وصار يطلع فلوس، فالناس هدول جنوا إنه تفاجأوا إنه واو عنا جهاز هكر فينا نهكر فيه المدينة كلها، وبعدين قالوا لهم انه هذا مقلب وتسويق للعبة واتش دوغز، وصوروا هالشيء كله بفيديو حطوه على اليوتيوب والفيديو وصل فوق 20 مليون مشاهدة، ففعليا تسويق جدا ممتع وجدا جيد للعبة. بالمرتبة الثالثة عنا مثال على تسويق سيء من شركة كابكوم للعبة ريزيدنت ايفل 5. طبعا لعبة ريزيدنت ايفل او العاب ريزيدنت ايفل اللي ما بيعرفها هي العاب زومبي وفيها دم وتقطيع وهالكلام كله، فالشركة كانت بتسوق للعبة ببريطانيا وبلندن بالذات، فاللي عملته انه الشركة نشرت حوالين الجسر بالمناطق اللي حوالين الجسر هاد بلندن، نشرت بودي بارتس او اطراف جسم مقطوعة، يعني فعليا ايد مقطوعة، رجل مقطوعة، راس واحد مقطوع، صدر واحد مقطوع، بس طبعا غير حقيقية يعني فقط مجسمات، بس كانت جدا مصممينها بشكل تبين انه حقيقية، تبين انه جد ايد شخص مقطوعة او رجل او راس واحد مقطوع. فالمهم نشروا اطراف الجسم المقطوعة هاي حوالين المدينة حوالين الجسر بلندن، وقالوا لمعجبين اللعبة او للجيمرز انه اكتر واحد رح يجمع الاطراف المقطوعة ويجي على الجسر اللي بلندن وياخد معهم صورة ويحطها على الانترنت، اكتر واحد رح يجمع اطراف مقطوعة راح يفوز برحلة لأفريقيا، رحلة سياحية. طبعا ليش أفريقيا؟ لأنه أحداث اللعبة كانت بأفريقيا، فنوعا ما فكرة حلوة خلت الناس يروحوا ويعملوا تحديات بين بعض وبعدين ينشروها على النت، فبالتالي تسويق للعبة. بس الفكرة السيئة بالموضوع انها الاطراف المقطوعة واضحة انها جدا حقيقية، والناس صاروا يتصلوا بالشرطة، الناس صاروا يشوفوا والله واحد ماشي وماسك راس مقطوع وايد مقطوع وقاعد يتصور معاهم، فصاروا الناس يبلغوا للشرطة، الناس اللي ما عندهم فكرة انه هي حملة تسويقية للعبة وسببت مشاكل، ففعليا فكرة جدا جدا غبية. بالمرتبة الثانية عنا افضل تسويق بتاريخ العاب الفيديو اللي هو التسويق لفورتنايت شابتر 2 لما اجى بلاك هول او ثقب اسود واللعبة سكرت بالكامل مدة يومين او 3 ايام تقريبا، كان شيء جدا جدا مجنون. اظن 99% من اللي قال يتابع الفيديو تعرف الايفنت وتعرف شو صار فيه، بس اللي ما يعرف فورتنايت بعد السيزن العاشر كان مفروض يبلش سيزن 11، فاللعبة لا قالوا رح نبدأ شابتر جديد او جزء جديد من اللعبة، فاللي عملوه انه صار ايفنت طلع مثل صاروخ على السماء وسوى ثقب اسود وسحب اللعبة كلها لثقب اسود، فعليا اللعبة صارت كلها عبارة عن شاشة سوداء وبالنص في دائرة اللي هي البلاك هول او الثقب الاسود، فالناس فكروا انه اي اوكي ثقب اسود دقيقة دقيقتين راح ترجع اللعبة او شيء، ما رجعت، استنوا ساعة ما لسه اسود، سكروا اللعبة فتحوها ساعة ساعتين يوم يومين اللعبة مقفلة بالكامل، وبعدين اظن يومين او 3 ايام ماني متأكد بعد كم يوم بالضبط رجعت اللعبة، ورجعت بفورتنايت شابتر 2 او الجزء الجديد او الجزء الثاني من فورتنايت. طبعا الحركة هي اللي سووها خلت مشاهدات فورتنايت توصل بتويتش ل 6 مليون مشاهدة مباشرة بنفس الوقت، رقم جدا كبير بالنسبة لشيء لايف او مباشر، وغير هيك مشاهدات شابتر 2 الاعلان بعد ما نزل ومشاهدات البثوث المباشرة للناس اللي كانوا عم يبثوا فورتنايت كانت اعلى باضعاف اضعاف المشاهدات العادية لما ينزل اي سيزن جديد، يعني فعليا الحركة هاي جابت لهم لاعبين ومشاهدات بشكل جدا كبير لدرجة انه اخبار عالمية صارت تحكي عن الحدث، اي فعليا قنوات تلفزيون نفس بي بي سي وسي ان ان، يعني قنوات عالمية للاخبار تكلمت عن الحدث. والشيء المجنون انه فورتنايت ما دفعوا اي شيء، ما دفعوا للناس ليعملوا لهم اعلان، فقط سكروا اللعبة 3 ايام واجالهم ماركتينج وتسويق رهيب مجاني بدون ما يدفعوا عليه اي شيء. بالمرتبة الاولى من حركات تسويقية سيئة كانت من شركة 745 للعبة باور جيج، طبعا لعبة جيتار اللي هي فعليا الكنترول اللي بتتحكم فيه باللعبة عبارة عن جيتار، في كتير العاب قديمة وبالماضي كان كنترول تبعها جيتار توصل على البلاي ستيشن او على البي سي نفس لعبة جيتار هيرو. لعبة جيتار هيرو كانت منافستهم الاولى، اللي ما بيعرف لعبة جيتار هيرو نفس الشيء لعبة جيتار والكنترولر جيتار ومن شركة اكتيفيجن، واظن كانت انجح لعبة
جيتار في التاريخ. المهم لما نزلوا لعبتهم باور جيج اللي هي لعبة الجيتار الخاصة فيهم، عملوا حركة تسويقية، راحوا جابوا 50 جيتار من جيتار هيرو وطاروا بطيارة فوق بركان ورموا الجيتارات كلها على البركان، انه يعني نوعا ما قاعدين يقولوا انه خلاص لعبة جيتار هيرو نحن راح ندمرها، نحن راح نمسح فيها الارض، اخذنا جيتاراتهم ورميناها بالبركان، لعبتنا هي لعبة الجيتار اللي الكل راح يلعبها. واظن واضح ليش حركة تسويقية سيئة، لانه اولا حركة نوعا ما طفولية اللي هي تشتري اللعبة المنافسة وتروح وترميها على بركان او شيء من الكلام. ادري في بعض الحركات تصير هيك بين شركات الالعاب نفس بلاي ستيشن واكس بوكس، على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 ب 2014 الاكس بوكس 1 وقتها قالوا انه ما يمديك تشارك العابك مع اصحابك، فالبلاي ستيشن يوميتها نزلوا فيديو شرح كيف تشارك العابك مع اصحابك، وكان الفيديو عبارة عن شخص قاعد يعطي اللعبة لصاحبه. الفيديو نوعا ما كان استهزائي بالاكس بوكس عشان الكلام، وكان صراحة ناجح وممتع لانه الاكس بوكس هو تسوى حركة جدا غبية. بس اللي سويتها لعبة باور جيج ما كان هيك، كان فقط انه ايه نحن نزلنا لعبتنا منروح بنرمي اللعبة المنافسة جوا البركان وواو حركات ونحن مرة فلة. والواضح انه ليش حركة تسويقية سيئة لانه ما حد سمع باللعبة، يعني اظن انت حاليا قاعد تشوف الفيديو بالله عليك بعمرك سمعت بلعبة باور جيج او بشركة 745؟ ما حد سمع عنها وما حد عطاهم وش. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم، وبس كلمكم شاركي اياه وشاركي كيشكم ديها التاني ان شاء الله. مع السلامة.